اهلا بكم من جديد. طبعا زي ما قلت لكم عندنا كواليس وحواديت كتيره مع طبعا كاتبنا الكبير الاستاذ سعيد وهبه، اللي البدايه لما نتكلم عن المايسترو اكيد عايزين نتكلم عن بدايته كلاعب في النادي الاهلي، وهو كان لاعب مميز جدا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. طبعا هو كان يعني كان بيلعب سنتر فورورد متاخر في نص الملعب، لكن في نفس الوقت كان هداف، يعني كان بيجيب اجوان وبيسجل وعمل ريكورد ما اتعملش في تاريخ الدوري، الاهلي والاسماعيلي 8-1 او 8-0، هو جاب 7 اجوان، ده رقم ما اتعملش قبل كده على الرغم ان هو سنتر فورورد متاخر. هو كان ستايليست بمعنى كان ليه شكل جميل في الملعب، ليه ستايل معين في الملعب، يبص كده وراسه مرفوعه وشاف الملعب كله وشابر بايديه زي المايسترو فعلا، يعني كلمه مايسترو طلعت عليه لانه فعلا كان اداؤه في الملعب مايسترو حقيقي، وكان بيوجه زملائه من الجول كيبر لغايه اللي حواليه ودايما بيشاور في الملعب، وحتى الستايل بتاعه في اللعب كان شايف الملعب كله، بحيث ان هو كان بيعمل السروهات ثرو باس طويل هنا وهنا، وتحب تتفرج عليه بالكوره، شكله كان بيدي يعني منظر جمالي للكوره. هو طبعا ما كانش هو لوحده، كان في رفعت فرجيلي، كان جيل من العمالقه يعني، ان هو كان متميز فيهم في الملعب، اللي يتفرج عليه ويشوفه يقول ده هيبقى قائد فيما بعد، لان سمات القياده عنده في شخصيته، يعني جزء من تكوينه الشخصي ان هو بيقود، وفي يعني في علوم الاجتماع وكده يقول لك يعني بص في اي جماعه في حد تلاقيه كده هو المتقدم ياخد الناس كله، حتى في يعني في علم يعني في دراسات علم الحيوان وكده بيقول لك القطيع اللي ما يبقى قطيع ماشي، لكن في واحد متقدم دايما قدام فيقود. فهو كان يعني كان يعني قائد او عنده سمات القياده، كان بيبان في الملعب، دي استمرت معاه بعد كده لما بقى يعني مدير كوره ناجح، وبعدين عضو مجلس اداره، وبعدين رئيس نادي، يعني ايه يعني تكوينه الشخصي او تركيبته الشخصيه فيها عنصر القياده. هو واحد طبعا من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. صالح سليم تقدر تقول في لعيبه كتيره جدا مروا بتاريخ النادي الاهلي، وفي منهم ربما احسن منه شويه فنيا يعني. يعني ميزته الشخصيه اكتر. ايه الشخصيه ميزته اكتر؟ يمكن في لعيبه كتيره طبعا عندها اداء فني رائع ولاعيبه مميزه ولاعيبه مهاريه والاهلي طبعا مواهب كتيره جدا على مر العصور. الاهلي يا ايهاب قدم نجوم كبيره على مر التاريخ، بدءا من مختار ستيتش اللي فيما بعد، كان في لعيبه نجوم كبار جدا زي عبد الكريم صقر الحريفه يعني، وبعدين جه بعد كده الضزوي، وكان في بكاوي، وكان في الجندي، وكان في توتو، لعيبه جامدين جدا. ليه كل دول اعتزلوا وطويت صفحاتهم، حتى الفناجيلي، حتى يعني حتى الجيل يعني كان يعني حكايه تتغنى بيه الجماهير والاعلام والصحافه بشكل كبير جدا. الموهبه الكبيره اللي عنده كان يعني كان بيسموه المهندس صالح المايسترو، ده المهندس يعني، كان يعمل ثرو باس 30-40 ياردة. كان في مثلا لعيب في الاولمبي اسمه عز الدين يعقوب، عز كان بطل مصر في ال 100 متر، فكان سريع جدا، ميزته الوحيده كانت السرعه، انه طبعا كان لعيب كويس مش وحش. في الماتشات الدوليه كان الفناجيل يعمل له ثرو باس او صالح سليم يعمل له ثرو باس، يعني لعبه واحده بس يجيب جون، يجلي فيعمل سبرنت. عز الدين صلاح بتاع اليومين دول. ايوه بالظبط، بس طبعا صلاح عنده طبعا امكانيات ثانيه. بالظبط كده. فصالح سليم الاهلي مر عليه اجيال كثيره جدا من المواهب، انتهت صفحتهم او انتهى تاريخهم بمجرد خروجهم من الملاعب. يعني ده الوحيد، على الرغم ان هو ما كانش الاحرف، كان حريف طبعا بس ما كانش الاعظم، ما كانش الاحرف، لكن الوحيد اللي استمرت شعبيته بعد اعتزاله ب 36 سنه هو كاريزما غير عاديه. بعد وفاته ب 16 سنه صالح سليم موجود في العقل الجمعي وفي الضمير الجمعي الاهلاوي. فانت بصدد حاله غير عاديه يعني حاله او لعيب استثنائي بكل المقاييس.